السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع الحلقة عن رؤية تبين أن المهدي المنتظر هو المصطفى من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرؤية كالآتي: قال: رأيت أنني أمشي في الشارع مع شخص يسمى محمد مصطفى، وفي هذا الشارع عمارات عالية جديدة للإنشاء، وكنا نتحدث عن عمارات ملحوظة. محمد مصطفى الحقيقة إمام مسجد بلدتنا. يعني الرؤية كل المهم فيها الاسم محمد مصطفى، لأنه الرأي يعني بيعرف عشرات من الناس أو مئات من الناس. ليش بالضبط عرف محمد مصطفى؟ شاب الرؤية محمد مصطفى، واللي هو بدل على إمام المسجد، لأنه الرؤية بتدل على المهدي. كيف؟ أول شغل الإمام، ثم الاسم محمد مصطفى، يعني المصطفى من أمة محمد هو إمامنا، اللي هو الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.